بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. من يسيء ويؤذي صباه، أي بداية حياته، يسيء ويؤذي نهاية حياته. هذا القول جميل جدا ومعبر وفيه الكثير من الحكمة، ولكن طبعا هناك من يعتقد أن هذا القول لا ينطبق على كل الأشخاص في كل مكان وزمان. بالطبع لا يجوز أبدا أن نجور على حياتنا في بدايتها أو نسيء استخدام طاقاتنا الشبابية ونستخدم كل أنواع التعسف بحق أنفسنا، نشرب وناكل بشراهة، نلعب نلهو بشراهة، نضيع أجمل أيام حياتنا في استنفاد أروع ما قدمته إلنا الحياة من طاقات وإمكانيات وموارد شبابية. لا يجوز أبدا أنه نستنفد كل شيء ولا نوفر أي شيء لآخرتنا. لا يجوز ذلك إلا إذا كنت أنت من القادرين على إعادة تدوير ما لديك من طاقات وإمكانيات ذاتية، بمعنى آخر إذا كان عندك القدرة على الريسايكلينج، إعادة تدوير طاقاتك، إذا كنت أنت من القادرين على تأمين استدامة ما لديك من قدرات عقلية وجسدية. هالشي ممكن من خلال بعض التكنيك كأسلوب حياة مليء بالنشاط الجسدي والعقلي، أو علاقات شخصية وعائلية مليئة بالحب والسلام والطمأنينة. أضف إلى ذلك أن القدر يلعب دور غريب وعجيب أحيانا. اليوم هو الحاضر الموجود، أما غدا هو المستقبل الموعود، بمعنى آخر الشباب هو الحاضر الموجود، وهيدا حق إلك وعليك أن تمارس هذا الحق كما تشاء. ولكن الشيخوخة هي الغد الموعود، هي حق عليك أيضا وعليك أن تحميها كما تشاء. بغض النظر عن هذا الرأي أو ذاك، الاعتدال بالحياة هو أيضا حق إلك، وعليك استخدام هذا الحق للاستمتاع بسحر الجمال، بسحر الصبا، بسحر الشباب كما تشاء. وعليك أيضا في هذا الحق أن تعتدل لضمان روعة الشيخوخة كما تشاء. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.